أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي الطقس العرب السعودي. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة للمملكة خلال نهار اليوم بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم، حيث يسود طقس مستقر، طقس صافي 24 درجة مئوية، حرارة عظمى الملموسة 23، الرطوبة 64%، والرياح تكون جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا. سكاكا تفرق لبعض الغيوم 27 إلى 14، حرارة 23 إلى 13، تبوك 25 إلى 10 درجات مئوية. المنطقة الغربية نبدأها بالمدينة المنورة، طقس صافي 32 إلى 19، جدة 32 إلى 23، مكة المكرمة 33 إلى 24، والطائف 26 إلى 16 درجة مئوية. ننتقل الآن إلى المنطقة الجنوبية الغربية، أبها فرصة لزخات العديد من الأمطار خلال ساعات الظهيرة والعصر 23 درجة مئوية، أما الصغرى 12، الباحة 23 إلى 17، وجازان 32 إلى 27. بالنسبة للمنطقة الشرقية نبدأ بالدمام، تفرق لبعض الغيوم 26 إلى 15، حفر الباطن 24 إلى 15، الإحساء طقس صافي 25 إلى 12. أخيرا من هنا نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض طقس صافي 24 إلى 13، بريدة أتربة مثارة 27 إلى 14، وحائل أيضا أتربة مثارة 26 إلى 14 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.